السلام عليكم. صحيح البخاري كتاب الوضوء. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. وبه إليه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار.